بحضور عدد من المشاهير افتتحت خيمة أطلانتس الرمضانية، وحرص الضيوف على ارتداء العباءة والقفطان استقبالا للشهر الكريم. كاميرا عربوت كانت موجودة ونقلت ليكم أجواء الاحتفال، وكان لينا لقاءات مع عدد من الفنانين. عدد من نجوم الفن حضروا في حفل خيمة أطلانتس استعدادا لشهر رمضان. الفنان فايز السعيد بيهني محبيه وبيرسل لهم رسالة مع قدوم شهر رمضان. أول شيء لكل الحبايب أو كل المختلفين في هذا الشهر، نتمنى أنهم يتصالحون لأن العمر قصير. وله طقوس وتقاليد معينة بالشهر الكريم. أقسم وقتي بين البيت وبين أكيد العبادة سواء في رمضان أو في غير رمضان، وأيضا ما أبتعد عن الاستديو اللي هو شغلي وتواجدي أيضا في الاستديو، والشباب كلهم يزوروني في الاستديو. بالنسبة للجيم هذا متنفسي، يعني متنفسي الوحيد اللي أرتاح فيه من عبء الحياة، عبء ضغط الشغل. كل شي ندير معاها نبغيها ولا ننساها، خلي قلبي هواها ولا منها ندير بلاش ولا منها ندير بلاش. الفنان العراقي حاتم العراقي كان من الحاضرين وتحدث عن أحدث أعماله. الألبوم جميل، يعني حسب كلام الناس على الألبوم، يعني نزلنا احنا تعرفون 5 أغاني موالات 2، صورنا أغنية عافني، وصورنا أيضا موال لأول مرة يصور موال، فالحمد لله يعني موال عشق بغدادي كان موال جميل. كما كشف عن مشاهدة صابر الرباعي عنده في الاستوديو. أنا وصابر عاملين الأغاني 2 اللي قلت لكم عليهم، وإن شاء الله يا ربي راح ينزلون قريبا، يعني إن شاء الله أغنية عراقية إيقاعها جورجينا والثانية إيقاعها خليجي، وإن شاء الله يا ربي راح تشوفوها وسمعوها بصوت صابر فنان كبير وصوت جميل. بعد هالصبر صبرته، بعد هالتعب تعبته. لميتا فرنجية ظهرت بإطلالة مختلفة خلال الحفل وتستعد لعرض أزياء بمسقط بسلطنة عمان. كوليكشن رمضان هي ألوان هادية صيفية وقماش رقيق، منه تقيل منه هيفي يعني، والناس عم بتحبه كتير. وأنا بكرة مسافرة على مسقط، عنا مؤتمر صحفي كبير عم بحضر لفاشن شو هونيك حيكون بأكتوبر. لميتا كانت تقضي رحلة باليونان، فكيف كانت الأجواء؟ كتير انبسطت، أنا رايحة على اليونان قبل بس مش زايرة سانتوريني. كتير انبسطنا، كان الجو رائع لأنه هلأ ما في حر باليونان. أما الفنان خالد حجار فتحدث عن مشاركته بمهرجان موازين في المغرب. كنا مع الفنان جورج وسوف، كنت ضيف شرف لأني أنا السنة السابقة كنت بمهرجان موازين غنيت قدود، فإن شاء الله السنة الجاية إن شاء الله لي مشاركة بموازين. وكشف عن أعماله القادمة وأحدث فيديو كليب له. عندي ألبوم جديد نازل عيد الفطر، مكون من 9 أغاني، فيه مصري فيه سوري فيه لبناني. كما غنى أغنية حصرية لشهر رمضان. في أغنية كمان حصرية لرمضان، يا مرحبا رمضان، أغنية كتير حلوة، توزيع شيرو منان، من أجمل الأغاني اللي عملتها. رمضان حل بنا يا مرحبا رمضان.